بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الحد الثالث من شهر كيحك المبارك. وخلال شهر كيحك الكنيسة بحكمة بالغة وبإلهام من الروح القدس ترتب كل القراءات لتحكي قصة خلاص البشرية في الأربع حدود من أحد شهر كيحك. نشوف هذا التسلسل الرائع في كل القراءات من الحد الأول للحد الرابع عن تسلسل قصة خلاص البشرية. يبدأ الحد الأول بمزمور. هذا المزمور بيقول فيه داود النبي: إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ انظر واستجب لي يا ربي وأنر عيني. وكأن البشرية تصرخ تقول تأن متوقعة مجيء الفادي الذي تنتظره آلاف السنين. تقول إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء؟ عد آلاف من السنين ولم تأتي بعد، لم تأتي لتشفي طبيعتنا، طبيعتنا التي فسدت بالخطية. يجي يرد عليه في المزمور اللي بعده، مزمور باكر على إلى متى يا رب تنساني، يقول انظر نظر الرب من السماء على الأرض، لأنه أشرف من علو قدسه الرب من السماء إلى الأرض نظرة. بيجيب هذا السؤال، بيقول أن الرب سيشرق بنوره على البشرية وسيضيء عليها بمجيء ابنه في مجيئه الأول. مزمور الإنجيل بيقول أنت يا رب ترجع وترأف على صهيون، لأنه وقت التحنن عليها، جه وقت التحنن عليها، جه وقت الخلاص. هكذا تاخد أول خطوة في الحد الأول. البشرية بتاخد التون بتاع الصراخ، بتاخد التون بتاع ان هي بتسأل ربنا إلى متى يا رب تنساني. وبنشوف في الحد الأول كل القراءات على هذا الثيم. الحد الثاني بنشوف القراءات بتختلف شوية. البشرية كانت منتظرة تأن مجيء الفادي، في الحد التاني بقى بتقول في مزمور عشية: يا رب طأطئ سماواتك وانزل، المس الجبال فتدخن، ارسل يدك من العلاء، انقذني ونجينا من المياه الكثيرة من ايدي الغرباء. خلاص بقى يا رب، كنا الاول بنلح في طلبنا البشرية في الحد الأول، لكن دلوقتي يا رب خلاص مش قادرين، انزل وطأطئ سماواتك، لأن احنا مش هنقدر نيجي للسماء ولا هنقدر نشوف عظمتك. انت يا رب تنازل وتعالى في الجسد وطأطئ سماواتك وانزل والمس الجبال فتدخن. قم في مزمور باكر يقول ايه في الحد الثاني: ينزل مثل المطر على الجزة ومثل قطرات تقطر على الأرض، يشرق في أيامه العدل وكثرة السلامة. ينزل ربنا مثل المطر على الجزة اللي هو صوف الخرفان، الجزة اللي هي صوف الخرفان. ايه المطر واللي ايه الجزة اللي ينزل عليها المطر؟ هي دي الجزة اللي قال عنها جدعون اللي هو احد قضاة بني اسرائيل، لما ربنا اختاره انه يخلص شعب اسرائيل من المديانيين، وبعت له الملاك وقال له لجدعون: الرب معك يا جبار البأس، انت هتخلص شعب اسرائيل من ايدي المديانيين. لكن جدعون طلب علامة، قال له يا رب اديني علامة، و طلب ان الجزة بتاعت الصوف اللي هيحطها في البيدر لو كانت هيجي عليها مطر هيكون هيعرف جدعون بيها ان الرب هيقف معاه وهيخلص بيه شعب اسرائيل. فراح ربنا اداله حسب ما طلب من هذه العلامة، انه حط المطر، حط المية في هذه الجزة، وكانت الارض كلها جفاف. لكن جدعون برضو ما صدقش، قال في اليوم التاني: يا رب العكس، لو جه المطر على الأرض وكانت الجزة كلها جفاف فليكن اسمك، وهكون هتأكد ان انت هتقف معايا. وربنا عمل زي ما هو عمل، وجاءت هذه العلامة، وتأكد جدعون ان هو هيخلص اسرائيل من يد المديانين بمعونة الرب. كانت الجزة ديت رمز لليهودية، وكانت الأرض هي رمز للأمم،
وكان المطر دوت قطرات المطر دوت رمز النعمة اللي هو في مجيء السيد المسيح. فيرد في هذا المزمور داود النبي ويقول ينزل مثل المطر على الجزة ومثل قطرات تقطر على الأرض يشرق في أيامه العدل وكثرة السلامة. وده الحد الثاني اللي هو الحد اللي فات. الحد الثالث بتيجي بقى الكنيسة في نغمة فرح، نغمة فرح لأن خلاص ربنا حقق هذا الوعد، حقق اللي احنا كنا منتظرينه ألاف من السنين. مزمور عشية امبارح بيقول أن الرب قد اختار صهيون ورضيها مسكنا له، ها هنا أسكن لأني أردته. صهيون أورشليم اللي هي هنا رمز للست العذراء. ربنا اختار صهيون الست العذراء ورضيها مسكنا له ان هو يأتي في احشائها ويسكن لاني اردته. فرحة البشرية بهذا التجسد ان الله خلاص هيبقى الله، هيجي من بنت ادم اللي هتصير ام الله اللي هي ثيوتوكوس، وابن الله هيبقى ابن البشر، ونحن ابناء البشر سنصير ابناء الله. حول هذه الطبيعة الله بمجيئه وبتجسده فصرنا نحن أبناء الله. زي ما بنقول كده في الثيوطوكية، هو أخذ الذي لنا جسدنا وأعطانا الذي له البنوة، بقينا أبناء له. صهيون هذه هي العذراء مريم ابنة داود اللي صار الله اختار الله لي مسكن ليه. لكن هل باقي الشعوب، هل الله جاء لأورشليم، هل جاء لليهودية لليهود فقط ولم يأتي لكل العالم؟ يجي النهاردة في مزمور باكر، في قراية باكر النهاردة بيقول أرنا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك، سأسمع ما يتكلم به الرب فيا، يتكلم بالسلام على شعبه وعلى قديسيه. ربنا اختار صهيون، ولكن هذا الخلاص لكل العالم، لكل شعب الله، ليس لصهيون فقط ولكن رحمته وخلاصه لكل الشعوب. يقوم الكنيسة بحكمة بالغة تختار انجيل باكر وانجيل عشية على هذا الاساس. في انجيل عشية بنشوف معجزة اخراج الروح النجس من الرجل لما صرخ الروح النجس وقال له ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا، أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. هنا نشوف فزع الشيطان من الخطة دي اللي ربنا خططها إن هو يفدي البشرية. ونشوف أول خطوة اللي هو أول رسالة لفداء البشرية لليهود، لأن في نفس الإنجيل دوت من مرقس واحد في آخر الإنجيل دوت بنشوف قصة تانية، هي قصة شفاء حماد سمعان من الحمى، وحماد سمعان هي امرأة يهودية، إشارة للمسيح اللي شفى اليهود من حمى الخطية، لأنه جاء في الأول لليهود ولكن الله جاء برضو لكل البشر لكل العالم. ففي إنجيل عشية بنشوف شفاء حماد سمعان، وبنشوف في إنجيل باكر شفاة ابنة المرأة الكنعانية اللي هي أممية، اللي هي جاءت من مكان بعيد وبتقول له ارحمني يا سيد ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. ربنا قال لها ايه؟ قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. قالت له نعم يا سيد، والكلاب ايضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة اربابها. قال لها يسوع يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. حتى الأمم متمثلين في هذه المرأة الكنعانية الأممية نالوا هذا الخلاص. كأن الكنيسة النهاردة في قرايات النهاردة إنجيل عشية، إنجيل باكر وإنجيل عشية، بنشوف نموذج للبشرية كلها. يتمثل في إنجيل عشية نموذج في اليهود، وفي إنجيل باكر يتمثل في الأمم، كأنه الخلاص جاء لليهود وجاء للأمم. تعالوا نشوف النهاردة في إنجيل القداس دوت. يبدأ المزمور ويقول الرحمة والحق التقيا والعدل والسلام تلاثما، تلاثما أي التقيا أو احتضن بعض، بالإنجليزي كيسز.
الرحمة والحق التقيا والعدل والسلام تلاثما. مين الرحمة ومين الحق ومين العدل ومين السلام؟ وضحه النهاردة إنجيل معلمنا لوقا، لقاء العذراء بأليصابات. لكن هذا اللقاء ده كان اللقاء اللي ظاهر للناس، لقاء الست العذراء بلقاء أليصابات. لكن كان في لقاء تاني خفي، لقاء الأجنة في بطن العذراء وفي بطن أليصابات. الرحمة متمثلة في السيد المسيح لأنه كل الرحمة، والحق متمثل في يوحنا المعمدان. هل الحق هو يوحنا المعمدان فقط؟ الله هو كل الحق، هو الحق وكل الحق، هو الرحمة وكل الرحمة. لكن الله في مجيئه الأول جاء ليخلص، جاء ليخلص، كان فيه الرحمة واضحة. في مجيئه الثاني ربنا هيجي بالعدل سيدين العالم، سيدين كل المسكونة. في مجيئه الأول نشوف الله الرحمة، ونشوف يوحنا المعمدان الحق، لأن يوحنا المعمدان جاء كان بيقول الحق، وكان أصله كمان بيبشر كمان لمجيء المخلص. يوحنا المعمدان اللي قال لهيرودس لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخوك زوجة لك، كان بيقول الحق، وكان الحق دوت حتى لغاية ما قطعوا راسه. يقول السنكسار إن حتى والراس وهي ماشية وهي طايرة للهوى كان بيقول لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. الرحمة السيد المسيح الجنين في بطن العذراء، والحق يوحنا المعمدان جنين في بطن أليصابات. العدل والسلام تلاثما، العدل والسلام تلاثما. لأن الله إله السلام، ملك السلام، الله ملك السلام جه وتقابل، لأنه كان في عدله كان إن هو هيفدي المسكونة، وكان الفدا دوت كان هيجي الله عشان خاطر يتصلب عشاننا ويموت عشاننا، كان في هذا عدل، كان هو ده العدل، لكن برضه كان فيه الرحمة. السيد المسيح فيه كل الرحمة وفيه كل الحق، والله فيه كل السلام وفيه كل العدل، جاء ليفدي البشرية. في إنجيل القداس النهاردة بنلقى لقاء طوباوي، لقاء طوباوي بين الست العذراء وبين القديسة أليصابات، ولقاء بين هذه الأجنة السيد المسيح في بطن أحشاء السيدة العذراء، وكمان يوحنا في بطن أليصابات. نشوف أليصابات لما بتشوف الست العذراء في لقائها مع الست العذراء. أليصابات إنسانة خادمة، زوجها هو زكريا الكاهن الخادم، لكن أليصابات امتلأت من الروح القدس بمجرد سماع صوت مريم، وامتلأت من الروح القدس وتقول مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. أصل دي لها علاقة بقصة أليصابات قبل كده، طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. أصل زوجها زكريا ده كان كاهن قاري في كل الأسفار المقدسة وعارف كل قصص، وبالرغم من معرفته بقدرة الله أنه قادر أن ينجب من امرأته العاقر ابنا، من معرفته بنواحي مختلفة من قصص في العهد القديم، نشوفه في قصة صموئيل، عارف بقصة صموئيل النبي، عارف بقصة شمشون، عارف بقصة إبراهيم، عارف بكل هذه القصص، ولكن وكل القصص ديت كانت متكررة وجات عليه كمان هو في قصة متكررة. بالرغم من معرفته لكل هذه القصص لكن تشكك، وتشككه دوت وكان بمعرفته وعارف بقصص مثيلة، قدرت تشوف أليصابات ان الست العذراء اللي شافت حدث لم يحدث من قبل لكنها آمنت على طول. بتشوف بتقارن بينها بين الست العذراء وبين زوجها زكريا، وكأنها بتشوف ان الست العذراء ديت عملت حاجة
ما كانش يقدر حتى كاهن اللي هو زوجها قدر ان هو بالرغم من معرفته بالرغم من القصص المتشابهة لكن هو تشكك. بتشوف قدامها هذه العذراء الصغيرة الفتاة البتول، طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وتقول الست العذراء هذا النشيد الجميل اللي هو بنسميه نشيد التجسد، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع عمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. هذا النشيد نشيد التجسد اللي أساسه المسيح وموضوعه موضوع التجسد. هكذا نشوف قراءات هذا الشهر اللي بيشوف اللي بينقلنا خطوة بخطوة، البشرية اللي بتصرخ وتئن، البشرية اللي شافت خلاص هذا التعب وبتطلب من الله يا رب طقطق السماوات وانزل، البشرية اللي فرحت خلاص لأن السيد المسيح جه في بطن العذراء فرحانة هذه البشرية. وبنشوف في هذا التسلسل الرائع اللي رتبته الكنيسة لينا تسلسل بيحكي قصة البشرية منذ آلاف السنين منذ آدم والوعد اللي وعد به ربنا وفدائه. ربنا يعطينا أن نكمل هذا شهر شهر كيح نستفيد بهذا الفداء ونستفيد بهذا الخلاص. ربنا اللي تنازل، إله الآلهة اللي تنازل وجاء في صورة ابن البشر ليبدي المسكونة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.